ما هي حقيقة الحياة؟ وإلى أين سنذهب بعد الموت؟ وما هي رسالة الإنسان في هذه الحياة؟ أسئلة حيرت البشرية على مدار السنين. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ من المؤسف أن برنامجنا هو البرنامج الجماهيري العربي الأول الذي يسلط الضوء على المسلم الياباني بعد مسيرة لأكثر من 100 عام على دخول الإسلام في اليابان. إسلامه عبد الكريم، نيونجين نامي هو شيمويما شيغيرو ديس. شبان تو مونو كاكو نو غا جيبون نو شيغوتو ديس. 実際に今は東京ジャーミーのスタッフとして年齢は65歳です。ムスリムになった年は27だと思います。長いです。結構長いです。アブドゥルカリム、من أوائل من أسلم في اليابان. أسلم وعمره 27 عاما ولم يكن يؤمن بأي دين قبل الإسلام. تعجب من المسلمين كيف يقفون في الصلاة صفا واحدا، لا فرق بين أبيض أو أسود، ولا فرق بين زعيم أو فقير، فتأثر كثيرا وأسلم. それは僕の生まれた時も家の宗教っていうのはなかったですね。だから人間の理性と科学、そういった知性、人間、自分が判断して人生を生きていくことが最善の生き方だと思ってましたね。それは、その僕の考え方では理解できない、わからないことがそのたくさんある。それは僕の中でだんだんだんだん大きなクエスチョンになっていきましたね。でもね、信仰心を心に培っていくっていうのは大きくしていくこと。信仰心っていうのは、イーマンっていうのは、こう誰かからポッと降りてくるものではなくて、落ちてくるものではなくて、自分の中でカルティベイト、つまり培っていく。それは何かというと、きっと礼拝をしたり、イバーダをする。その時に、日本人はですね、大体ね、イバーダが苦手なんです。シェイク・アブドゥル・カリーム、أريد أن أعرف كيف تعرفت على الإسلام。大学時代にアフリカに行って、アフリカのスーダンに行ってですね、初めてムスリムの人と会いました。それから日本に帰ってきて、イスラムのことを何も知らなかったと思って勉強をしました。その中で日本にダーワに来ていた大学生たち、留学生たちと会いましたね。イラクの人、スーダンの人、パキスタンの人。わしゃあ、Allah の、يعني、جلس في السودان ثلاثة أو أربعة شهور。من ضمنها شهر رمضان، فعاشوا شهر الصوم هناك، وعجبتهم الحياة وإكرام الناس لهم. من خلال بحث الشيخ عبد الكريم عن الإسلام، اكتشف جمال التوحيد في هذا الدين، لذلك
تأثر بسورة التوحيد سورة الإخلاص. ما هي الآية التي أول مرة قرأتها وتأثرت بها؟ سورة الإخلاص. كل الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. このことを 理解するのに板垣純三さんという東京大学の先生がタウヒードというのは唯一の神唯一の絶対的な神神のもとで他の一切は同じこの神から作られた同じ存在であるという話を その先生が書いた原稿で読みました。で、それで先ほど言った神のもとでの人間の平等というのはこの章にエッセンスがあるというふうに自分は何回か読むうちに考えました。それはいろんな部族に分けたというような部分がありますけど、 ですけど私個人的に短いけども非常に深い意味が入っているスーラトル・イフラスが好きですね。سورة الإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويرزقهم. مشهد المصلين ومنظر المصلين عندما يأتون إلى الصلاة يؤثر بك كثيرا. حدثني لماذا هذا المشهد يؤثر بك؟ لماذا يؤثر على قلبك؟ 僕はびっくりしたのは一列になって習いますね。一列になって礼拝をします。その時に アフリカの人この人たちの皮膚の色は黒い。それからインド、パキスタン、バングラデシュの人は皮膚の色がブラウン。それからインドネシアの人、日本人は少し黄色ですね。それからトルコの人は白い人もいます。つまり皮膚の色が違う人、もちろん民族の違う。それから 国籍も違う。それからさらに驚いたのは大統領とか大臣とか偉い人が来ても同じ列の中に並んで礼拝をする。これは僕たちには信じられない。これはまさしくスーラトル・イフロアスの言っているですね、神の前での神は唯一で人間は تأثر عبد الكريم بصديقه السوداني الدكتور موسى الذي تعلم منه أخلاق الإسلام السمحة. هو يروح خمارة يقول لي تمشي معاي، يقول لي يا سيدي اتركني، يقول لي لا ما اتركك. ياخذني معاه هناك عشان يقدم لنا، يقول لهم شفتوا هذا الشاب الافريقي؟ شاب ما يشرب خمر، هذا شخصيه قويه جدا، ويقعد يفتخر بي يعني. فشفت انت يعني لما تكون قدوه فتكون مثال يعني. فالاخشم ياما كان هو دائما رفيقي في كثير من اللحظات يعني. لكن الدور الاكبر كان للاخ الدكتور السمراي. سمراي قال لي يا اخ ما تسلم، دفعه. انا متعامل معاه بالاستمراريه، هو بنفسه حيقتنع، لكن اخ السمراي قال لي يا اخي اسلم لا تنتظر. الحمد لله اسلم. شيخ عبد الكريم،
هناك خصوصية لموقف هام حصل لك في حياتك، وهذا الموقف الهام هو هام لكل من دخل الإسلام، وهو لحظة الشهادة. حدثني عن هذه اللحظة المهمة، كيف كانت وكيف تأثرت بها؟ それでこの東京モスクの現在のものではなくて古いモスクの時代に入信しました。 シャハダした瞬間ですね、僕はその16億のムスリムたちの、あの当時は16億いってなかったかな、13億ぐらいかな、13億のムスリムの一人になったと思って、その兄弟がいっぱいできたと思いましたね。だからすごく幸せでした。 وباب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. الشيخ عبد الكريم، هل ممكن للياباني أن يكون مسلما؟ هل ممكن للياباني أن يقتنع في الإسلام؟ その質問は大変重要な質問。日本人は国民性として 非常に正直で親切で清潔を重んじる国民ですから、イスラム教徒によく似てます。でもこういう人がいます。ムスリムの人たちはだから日本人は簡単にムスリムになる。でも日本人の宗教の背景には多神教があります。それから ここがポイントなんですけど、イスラムは素晴らしい宗教ですけども、残念ながら一部のムスリムの人たちのビヘイ、日本での行動は日本人のムスリム、日本人から見て良くないこともあるので、あまり日本人はイスラムに対して振り向いてない。 يقول الشيخ عبد الكريم أن فكرة التوحيد في اليابان صعبة الإقناع، لأن اليابان بلد يعبد فيه آلاف الآلهة، ومع هذا وجدت الشيخ عبد الكريم مجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رغم كبر سنه. الشيخ عبد الكريم ما شاء الله تبارك الرحمن، منذ أول وصولنا إلى المسجد هنا أرى نشاطك وحبك لمساعدة الناس ودخول الناس وترتيب حتى الأكل بعد الصلاة والخطبة، يعني أرى ما شاء الله لك نشاط في الدعوة، هل أنت متفرغ لهذا الأمر؟ 僕は今出版社にいて、それから小さな会社を作ったんですけど、今はもう東京ジャミーのフルタイムワーカーです。専従で働いています。それは僕にとっては大変嬉しいことで、それはもう全ての時間とエネルギーをそのアッラーのダーワのために、イスラムの ダーワのために使えるというのは大変嬉しい。それからメディアにテレビ新聞雑誌にたくさん東京ジャミーを出して、ビジターの人に来てもらうこと、来てもらった人に説明をしてイスラムのことを理解してもらうこと。 تخيل بإمكانات فردية وجهود ضعيفة يسلم 5 يابانيين شهريا بمسجد طوكيو فقط. イスラム諸国がメディアに力を入れてるのは大きいと思う。メディアをもっと使わないといけません。もっと力を入れて大量、そのメディアにイスラムの専門のメディアがあってもいい、そういう部分にお金を使ってイスラム教のキャンペーンをもっとね、こういうふうにやってもらいたい。 ساهم الداعية عبد الكريم في ترجمة العديد من الكتب إلى اللغة اليابانية، وساهم بإدخال العديد من المصطلحات الإسلامية في اللغة اليابانية. まずイスラミックセンタージャパンで出したシンプルな本ですけど、それはまずね、サラートという本、それからサウムという本、ハッジ、
それからザカートという方、それから、イスラムの女性の地、それから、イスラム教徒はなぜ豚肉を食べないのか。بدأنا طبعا في ترجمة الكتب كان هنالك كتاب واحد عن الإسلام الحمد لله اليوم عندنا 60 كتاب وأغلبها شارك فيه الأخ شمياما ظاهرة الإلحاد منتشرة عندنا للأسف في بلادنا الإسلامية أنا أريد أن أعرف رأيك بالإلحاد تطيبا إما نيهون ديوا 3 مان ني تشكاي شتو غا جيساتو شي سيشن بيو سيشن و يان ديرو شتو تاتشي وا مو どんどん増えてますね。東京都内の精神病院はいっぱいです。その結果、経済第一主義、物が豊かな、これだけ、実は日本人の内部には精神的に危機が訪れていると僕は思います。المهمة الدعوية التي كلفنا بها الشيخ عبد الكريم هي عبارة عن مجموعة من الأقلام يقوم بتوزيعها. مكتوب عليها بالإنجليزي والياباني عبارة بسيطة جدا ماذا بعد الموت؟ ここに書いてあるその人が死んだ後の行方はっていうクエスチョンはみんな考えてると思いますね日本人は特に日本は今高齢化社会ですから、ここにグループで見学に来る人たちは、死のこと宗教のことをきっと考えてる人たちと思いますからこのボールペンをプレゼントするときっと喜んでくれてあるいはこのメッセージを一人一人考えてくれるかもしれませんねそういうふうに期待します私たちはコンバートして改宗してムスリムになりましたね生まれ持ってのムスリムの人たちの中にはボーンムスリムの人たちの中には残念ながらムスリムとしての形は知ってるけども中には勉強をしてない人がいるんではないかと思いますイスラムの勉強コーランとハディースに学ぶことは大変深いことを学んでいきますそれは一生かかると言ってもいいんじゃないかと思いますけど僕たちもまだまだ勉強しないといけないと思います。ですからムスリムは、勉強して知識を得てそれを行動にそれを行動に移して行動に移したらその行動がイーマンに信仰になっていくとこの流れを一人一人で作っていけば。أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هدايا لماذا أنت لم تدرك نعيم بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى